السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض طبعا. ايه، هنحط شوية رطوش كده على شايفين الصورة دي شكلها كده مش لطيف. لو خدنا بالنا من الصورة اللي موجودة اصلا مدينها ايه، مدينها بردة رابية كده، فمدي جمال مع الصورة اللي هو ايه فوقيها. فهنعمل نفس الموضوع احنا مع بعض دلوقتي. فكل اللي احنا هنعمله زي ما عملنا نفس اللي عملنا البوردر ده، بس هنعمله على الصورة المرة دي. وبما انها اصلا جوه ديكوريشن، فكل اللي انت هتحتاجه هناخد هو فين؟ فين الكونتينر؟ فين البوردر اللي احنا لسه عاملينه هنا؟ اهوت البوردر ده بتاع الكلر، هناخده ونعدل عليه هناك ونزود برضه جوه البوردر. تقدر تكبره شوية، يعني مثلا نقفل دي كده، وهنا هيبقى المين وايت عشان يبان. بص خد بالك كده، بس رفيع. فهو عنده حاجة اسمها ويتس برضه جوه البوردر السمك بتاعه، فانا هقول له مثلا 3، فبقى بالشكل ده كده 3 كويس صح؟ تمام. نيجي بقى لايه؟ نيجي خدوا بالكم ان ايه، هو فين الزرار ده؟ ايه البروفايل امبريس، نشيل دي عشان ايه؟ انا ده فرق ايكون بوتون، وده ماشي، ده الامبريس بتاعته، ده اللي تشيل. تمام ماشي. عايزين ايه بقى؟ عندنا هنا النيم واليوزر نيم، ونحطهم تحت بعض. ماشي، هنروح بقى احنا كده الاستاك ده خلاص مش عايزينه، او مش عايزينه يعني، هنبدأ بقى من تحته. فانا في حاجة كنت عاملها هنا. لا ماشي، خلينا من بتاع اللي انا عايزه. تمام، هيبقى عندنا ايه بقى؟ هيبقى عندنا تكست. تمام، التكست ده هيبقى فيه بهاء طه مثلا، والستايل تكست ستايل الفونت ويت بولد، ونشوف الفونت سايز نخليه 20، شوف هيطلع عامل ازاي. ماشي، طبعا الكولوم ده احنا عايزينه يبدأ الكروس بتاعه من الستارت، كروس اكسس الايم تو ستارت. تمام، خدوا بالكم بقى ايه، ان هو يعني بادئ عليه، لان هو البتاع ده انت عامل عليه اوفر رايت، فانت لازم تخلي بقى. طيب خلينا نقسمه كولوم، يعني الحاجات اللي جاية بقى تبقى في كولوم لوحدها. children ماشي، وناخد ده كنترول اكس ونحطها هنا، ونقول ده كنترول سي. عشان بس اعمل ايه بقى؟ عشان اي حاجة هحطها تانية تاخد الترانسفورم اللي انا هعمله ده. فين ترانس ويدجت ترانسفورم دوت ترانسليت، وهقول له الاوفست بتاعك اوفست، وهقول له 10 مثلا 30، نشوف هيحصل ايه. انا طيب 10 15، مش 15 كويس، 30 ده هيبقى 50. لا خليه 40 كده كويس، عشان بعد كده اي حاجه تانية بقى احطها تحت عشان تبقى واخد الاوفست من ناحيتين. تمام، انا اصلا كل اللي هحتاجه هنا كمان ايه، كمان ده الاسم هيبقى عندي كمان واحده ترول، دي هتبقى ات مستر بيبو تيم، مش كده، مستر بيبو تيم. و طبعا هو معترض هنا عشان عايز دي، هيبقى بس مش هيبقى بولد بقى، ده ما يبقاش بولد. ماشي، ولا 20 كتير برضو، 10 برضو قليل، 13 انا شايف كده كويس. ومفروض يبقى جراي، انا عندي اصلا هنا جراي ولا ما عنديش؟ ما عنديش، فانا هعمل واحد جراي، اكيد الجراي هحتاجه يعني جراي. ونروح نجيب الجراي، نجيبه منين؟ نفتح الفوتوشوب،
وناخد الدرجة ديت وارجع لكم تاني على ما افتحه. تمام، انا جبت الكلر اهوت. هنروح بقى ايه، ناخد المين جري كلر ده كده ونروح نشغلين في البروفايل. هقول له ان الكلر بتاعك المين جري كلر، فبقى بالشكل ده كده. تمام، انا محتاج هو كده مظبوط معاه في النص. ماشي، انا كده بعد كده نحتاج ايه نعمل؟ نحط التويتات بقى اللي هو الشخص ده هيبقى عاملها. ماشي، فاحنا في الحالة ديت، في الحالة دي خلونا طبعا انا مش هعمل يعني مش هعمل تابس، لان انا هعمل تويتات دلوقتي وبعد كده لو حبيت ان انا اغيرها مش مشكلة. فانا هعمل سيكشن كده. طيب الاول خلونا نفصل، احنا المفروض دول كله يعني المفروض الكولوم ده كله ناخده كده، عشان هيبقى كارت اصلا كمان شوية، يعني هيبقى الداتا جاية له. فالافضل ان احنا نعمله كده ونفصله كده ونقول مثلا ده هيبقى هيبقى ويدجت وهيبقى اسمه ابر او الهيدر بروفايل كارت. هيدر بروفايل كارد، ماشي. ونروح كده ونقول له ريتيرن الكولوم ده، تمام. ونروح هنا نرجع الهيدر ده هنا. بس ثواني، لا احنا هنروح هنخلي دي كولوم عشان هنحط جنب تحت حاجات كتير. كنترول اس، فوق كده مفيش حاجة اتغيرت. تمام، هنروح بقى المفروض الحاجات دي هتبقى مطبسية، بس خلونا لما نيجي ايه يعني المفروض الايمج دي هتبقى جاية من البروفايل وخلافه. طيب خلونا نعمل التويتس ونرجع. احنا هنعمل ايه برضو؟ احنا هنحتاج الكارت اللي احنا عملناها ديت. طب بصوا، ما تخلونا نفصل ولا لا؟ ما نفصلش دلوقتي، خلونا نروح للهوم بيج عشان ناخد منها الكارت، الديزاين بتاع الكارت اللي هو ده. فديزاين الكارت ده بما ان هو بس هيبقى لسه عايز شغل. ماشي، خلونا ليه بقى انا ممكن افصله في ويدج، في فولدر ويدج، بس احنا لسه اصلا ما خلصناهوش. المفروض هنبصيله حاجات وبعد كده نطلعه كويدج، هيبقى ان شاء الله في الاوبتمايزيشن يعني في الريفاكتورنج في الاخر. فناخده بس كوبي كده عشان الناس برضو ما تتلخبطش معايا لو الدنيا بدات تكبر مننا. ماشي، فانا عندي هنا تويت كارت. فيه ايه اللي غلط؟ عايز نعمل امبورت للفونت اوسم. ماشي، انا بس كل اللي هعمله هنا فين هنا اهوت. انا هعمل له هعمل مثلا سيكشن، هاخد نفس التكست بتاع ايه بهاء ده. انا واقف فين بس دلوقتي؟ انا واقف هنا هوم بيج بروفايل بيج اهو. ماشي، انا هاخد ده، هاخد الجزء ده واروح فوق كده ان هوت واقول له هنا ماي تويتس. تمام، لا انا استنى، طيب انا لو اديته بادينج عشرين تلاتين وعايز اروح هنا اقول له ان الكولوم ده الكروس من الستارت كروس اكسس الايبل ستارت ماشي طبعا خلي اونلي ومن التوب ماشي. وبعد كده لا هديله برضو من ال ده ايه الليفت 10 مثلا ماشي، وخلي ده 40 خلي ده 50 ماشي. احنا هنعمل ده هيبقى الفونت الكلر بتاعه.
هقول له مثلا الميل دارك بلو، ماشي. بعد كده المفروض بقى انزل ب ليست فيو دوت بيلدر بشكل مؤقت، والكونتكست والاندكس ماشي. الاندكس وهنعمل بس هنا طبعا ده هيدينا الايرور الجميل ايتم كاونت، مثلا هقول ان انا عايز 10 دلوقتي بس. طبعا ده هو هنعمل ريتيرن للتويت كارد، ده عايز مننا تويت ديسكريبشن. هقول له مثلا this is my profile tweets not so well show it، ماشي تمام. والتويت ايمج ديت عايزه يو ار ال، فانا هديها فيها كده. انا في صوره كنت جايبها ليه، هات الصوره هي او خلينا نجيب صوره تانية من قله الصور يعني. ارز بلاش نجيب وبعد كده نبقى نظبط، ماشي. نروح كده المفروض دي. ايوه هو ده الايرور اللي انا عايزكم تشوفوه، الايرور الجميل ده. معناه ان احنا اتفقنا ان زي ما احنا عارفين، التكرار يعلم الشطار، ان الليست فيو ده ما بيعرفش ياخد مقاسه لوحده، لازم تديله الهايت بتاعه. فبنحطه في كونتينر ونديله هايت معين. هنحط دلوقتي جوه كونتينر وهقول له مثلا الهايت بتاعك حاليا نقول له 300. بقى كان المفروض زي ما اتفقنا الهايت ده، خلينا بس نشوف في الغلط. خلينا نجيب ال الصورة لسه ما جاتش، او انا واخد صورة غلط ولا حاجة. عشان الصورة تحت بتتحط قدامها، الصورة تحت بيتحط قدامها اللي هي المينيو ار ال، واحنا مش عايزين هنا في مينيو ار ال. فين تويت اهو دي الصورة، تويت ديسكريبشن ننزل تحت. ايوه مش عايزين كده، هو المفروض كده بس. لما نيجي نظبطها بقى، لما نيجي ايه نظبط تويت ايمج بودكاست، ماشي تمام. ظهرت اهي، بس ناخد بالنا بقى ان ايه، ان البتاع يبقى المقاس ده عايز يتظبط. فالمفروض بقى نروح نعمله بالبيديا كوير عشان ياخد باقي حجم الصفحه. فين اهو ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت هايت، واقول له مثلا يا سيدي انت مضروب في 0.5 مثلا. نشوف بص ونشوف فين، لا لسه في ابيض اهو، فنقول له 6. ايه رأيك 6؟ اعتقد 6 كده كويس، ماشي. ف ماي تويتس دي برضه انا شايفها كبيرة. فين ماي تويتس؟ 20 15، ماشي تمام كده كويس مش مشكلة، ماشي. هنوقف هنا المرة دي عشان ما نطولش أكتر من كده. المرة الجاية بقى هنعمل إن شاء الله إيه الفاليديشن. المفروض تفكروا أنتوا فيها تتعامل إزاي، هي سهلة جدا. دلوقتي أنا تمام، أنا فتحت ودخلت الهوب، ماشي. لو أنا دلوقتي خد بالك، طبعا إحنا مش كده كده أصلا، ما نقدرش إن إحنا نروح، إحنا في الهوم أهو، بس ما أقدرش أروح للبروفايل ديت من غير أصلا ما بعمل لوجن، صح؟ لأن أصلا الستارت بيج دي كلها ما بتشتغلش إلا لما بعمل لوجن. فافرض بقى، طبعا هو مفيش حل تاني، يعني مفيش حل ان احنا اصلا نفتحها. كنت اللي هو ايه اللي هو انا عايز اقول لكم ان ازاي نقول اللي فيه توكن روح هنا، لو مفيش توكن ما تفتحهاش، لان احنا اصلا مش هينفع نفتحها اصلا من غير توكن، لان هي بتتفتح لما يبقى فيه توكن. فده ان شاء الله مفيش مشكله. هنبدا ان شاء الله المره الجايه نعمل استدعاء للداتا بتاعه اليوزر زي ما احنا اتفقنا، ونبدا نحطها هنا، وكل يوزر نشوف الداتا بتاعته وخلافه. انا اعتقد برضو ان احنا هنحتاج زر لوج اوت، صح؟ فممكن نحط زر لوج اوت هنا، ماشي. انتظرونا المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.